يعملون؟ في ايدك ايه؟ ده انت في ايدك البلسم الشافي، ده انت في عينيك الجنه ونعيمها، ده انت في صوتك رقه الحنان كله، ده انت النغم الحلو. ايمان انا 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 بحبك يا ايمان. انا لحظه استعجل لك جنه للقهوه. ما كنت في قهوه، ما كنت في قهوه خالص. الانسه اللي دخلت هنا من شويه تطلع حالا. انسه مين يا انسه؟ انا مش وش الحاجات دي عيب. اذا ما خرجتش بالذوق انا هضطر اتصل بمكتب الامن. في ايه يا انسه ايمان؟ في انسه دخلت هنا اهو. عيب كده؟ الله. من فضلك يا سعاده البيه، سعادتك راجل محترم، مفيش داعي للحاجات دي. نفذ الانسه قالته وطلع الانسه اللي عندك بدل الفضايح. في الفضايح؟ مفيش فضايح ومفيش انسه كمان. اتفضل. انا شايفاها بعيني. تسمح؟ اتفضل. تسمح؟ اتفضل. شويه بس كده حبيبي. يا حبيبي. مين؟ مخالفة. أمي؟ إيه اللي جابك هنا؟ برافو عليك يا أنسة إيمان. أمك راجل جبان. صباح الخير يا أنسة إيمان. صباح الخير يا فندم. تسمحي؟ أي خدمة. اتفضلي. إيه ده؟ مايو آخر صيحة. أعمل بيه إيه؟ البسيه. ألبسه؟ يا سلام لما تنزلي بيه المية تخلي البلاج يتهز والبحر يزقطط من الفرح. خليهولك، البسه بدل المايو بتاعك، هيبقى عليك يجنن. عن إذنك. الله يجنن. حلو قوي. مقاسي تمام عشان مش كده فريكيكو؟ كده. ميرسي يا عمور. 97 مخالفة. مش كده يا استاذ صلاح؟ دي كلها حاجات هايفة. ايوه حاجات هايفة من وجهة نظرك انت، انما من وجهة نظر الائحة السياحية دي مخالفات، ومخالفات خطيرة جدا كمان. استاذ صلاح خليك مرن. نعم؟ مرن؟ ايه مرن؟ طب مخالفتين كمان لسيادتك. ليه تاني يا بيه؟ اولا كلمة مرن دي معناها محاولة رشوة موظف عام اثناء تأدية وظيفته. ثانيا مخالفة لاستمرار تجوارك في الفندق بدون جاكيت. الله مش بدون جاكيت. البس يا سعادة البيه. البس. انا هتفرج. اتفضل يا استاذ. اتفضل. في ايه يا انسة ايمان؟ الاستاذ يا فندم. المحفظة نسيتها على الكومودينو. دخلت الحمام خرجت ما لقيتهاش. ده كداب يا فندم. عيب يا ايمان. ما صحش كده. ده هزك قوي يا سعادة البيه. انسة ايمان انا مضطر احولك للتحقيق. يا سعادة البيه الانسة ايمان مظلومة. وانا واثق ان سعادة البيه هو اللي كداب. استاذ صلاح انا لا اسمح. من فضلك. من فضلك. واضح ان دي محاولة خسيسة من الأستاذ للانتقام الأنسة إيمان، لأنها حاولت تنفذ اللوائح والقوانين وتمنعه من إدخال واحدة ست في الأوضة، وأنا بنفسي خرجتها من الدولاب. مش كده ولا إيه يا سعادة البيه؟ والله إيه؟ دورة المية فاضية لو سمحتوا. يا ساتر، أنا عمري ما شفت غلاسة بالشكل ده. بتتكلمي عن مين؟ سي صلاح بتاعك ده. ماله؟ كل شوية نط لنا ونازل مخالفات. هو الانسان اللي بيراعي ضميره في شغله يبقى غلط؟ ضميره والنبي انت عبيطه. لا يا ساوسه، انا فاهمه انت عاوزه تقولي ايه، لكن تاكدي ان صلاح مش من اياه. عشان عبيط ما بتعرفش تنتهز الفرص. فرص ايه يا جدع انت؟ واحده مظلومه مش لازم ادافع عنها. مظلومه؟ دي تمثيليه عملتها عشان تلقى في المحفظه، واستغلت هيافتك وعبطك عشان تدافع عنها. انت اصلك ما تعرفش ايمان، البنت دي عندها اخلاق. اخلاق؟ في بنت الايام دي عندها اخلاق؟ ايمان دي مش من اياهم. يا ابني يا عبيط يا اخويا يا اهبل، وفي اياهم ومش اياهم؟ ما كلهم النهارده بقوا اياهم. الباروكه والرموش الطويله اللي بتتركب والمدافع اللي بيحطوها والدوشهم اللي بيعلقوها دي بالذات طبيعيه جدا ومش مركبه حاجه ابدا صناعي، وانا رهنك. قابليني بعد ما تخلصي. عندي ليك عمل يناسبك، انت حلوه وتستاهلي كل شيء. وانت قليل الادب. ما
بتقولي ايه يا مسمزيل؟ ايوه قالي لي ادب وسافل كمان. ازاي تقل ادبك على الاستاذ كمان؟ طبعا مش لاقي حاجه يا فندم. اصل عاوزني. لا 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 دي مش اول مره. الدوسيه بتاعك قدام اهو كله انذارات وخصومات. مكان ما تروح بتخلق لنا مشاكل. يا فندم انا مظلومه. بكل تحقيق مظلومه. انه زي الأمر اللي بيعكسوك منك حلو. ما كل البنات زملائك حلوين. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سوسن. ازيك يا حبيبي يا فندم؟ الحمد لله، ازيك انت؟ اتفضلي. اتفضلي استريحي. أنا آسفة يا فندم، هاخد من وقت حضرتك السمين نص دقيقة. بالعكس، أنا برتاح جدا لما بشوفك. ماما عيانة. وديناها امبارح المستشفى. سلامتها ألف سلامة. عايزة سلفة؟ اكتبي لي ورقة وأنا أمضي لك عليها. لا يا فندم، خير حضرتك سابق. أنا كنت عايزة أستأذن وأروح لها المستشفى. أوي أوي، اتفضلي. ميرسي يا فندم. ألف سلامة لماما، لما تيجي بكرة الصبح تيجي تطمنيني على صحتها. ميرسي يا فندم، ألف شكر. كتر خيرك. هو ده النموذج اللي يجب إنك تكوني عليه. ليه ما تتعلميش منها؟ هتعلم يا فندم. بصي لها وهي بتضحك في وش الزبون. هضحك يا فندم. عايز الابتسامة دايما مرسومة على وشك. هبتسم يا فندم. يعني مقتنعة بكلامي؟ جدا جدا يا فندم. أنا هسامحك المرة دي، بس على شرط هتكون آخر مرة. آخر مرة يا فندم. اتفضلي على شوية. متشكرة أوي. بس عايز أشوفك دايما والابتسامة على شفايفك. كده أهو يا فندم. تمام كده. البلطية ظهرت على وش الماية، يلا عوم واصطادها. يا ابني أنا بغرق في شبر مية. ما تبقاش عبيط، يلا ارمي الشبك واصطادها قبل ما يلا. ايه بس انت هتعمل ايه يا جدع؟ يلا مفيش وقت. طب ما تيجي تقعد هنا جنبي احسن برضه. يا عم يلا يلا اسحب اسحب. انسه ايمان انسه ايمان اهلا. اهلا استاذ صلاح. ان شاء الله هفرمل. ايه ايه رايحه فين؟ رايحه فين؟ ايه حاسه جايه رايحه حالا. اسندي معايا. بس لا مؤاخذه اصلي كنت فات من هنا صدفه لقيت خارجه. عامله ايه في الشغل؟ والله تعبانه قوي يا استاذ صلاح. ليه؟ الزبون قليل ادب اضطريت اشتمه. يستاهل. امال راي المدير بتاعنا غير كده ليه؟ بيقول ان الزبون دايما على حق. لا مش كل الزباين، الزبون المؤدب هو اللي يعرف حدوده. يا ريت كل الناس تكون في اخلاقك كده يا استاذ صلاح. الله يخليكي. تسمحي لي اركبك الفنكيشه؟ لا لا ما اقدرش ما اقدرش. لا اتفضلي بس وانا. ايه ده اتفضلي في الفنكيشه. لا اسف. ليه؟ لو حد شافك معايا هيقول ايه؟ اخوكي خطيبك. والحقيقه غير كده؟ ما هي الناس ما تعرفش الحقيقه. انا عارفه. عن اذنك. اشقط اشقط. اشقط ايه؟ اشقط. هتشقط انت ولا اشقط انا؟ لا اسكت خالص. ايمان ايمان انت خايفه مني؟ بالعكس انا واثقه فيك. امال بتهربي مني ليه؟ عن إذنك. اطلع اخويا. جدع. جمبري يا حبيبتي ما يضرش.
كان وشفنا عمل عملته المهببة. يا خبر ادي اخرتها. فضلت قاعد مستنيه لحد المحل مشط وجالي الجرسون وطلب مني الحساب اضطريت ادفع. هرب الجبان من تمن الاكل. المره دي هرب من تمن الاكل والمره الجايه غيره برضه هيهرب، بس مين عارف يهرب من تمن ايه. قصدك ايه؟ لا يا ايمان.